جميعنا نتابع باهتمام كبير وقلق شديد تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس بشكل عام وفي المسجد الأقصى بشكل خاص، ولكن في الوقت ذاته نتابع بقدر كبير من الفخر والاعتزاز بهذه البطولة وهذا الصمود وهذا التحدي والتصدي الذي يعني يبرزه شبابنا وأهلنا من أبناء القدس الموجودين في المسجد الأقصى وفي أماكن أخرى في القدس تشهد تصعيد واشتباكات نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. ونعتقد أن هناك خطة إسرائيلية مبيتة لتصعيد الوضع، وهي جزء من محاولة لتغيير الواقع في اتجاه تكريس الاحتلال في منطقة حساسة جدا لنا كمسلمين، كما هي حساسة لجميع الفلسطينيين من جميع الأديان، وهي المناطق أو المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي هذه الحالة المسجد الأقصى الذي يعتبر واحد من أهم المناطق قدسية سواء للفلسطينيين أو لكافة المسلمين. وأعتقد بأنه ما تشهده هذه المواجهات من حركة تضامن ومشاركة وإسناد من باقي أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم أيضا هي مؤشر على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى إصراره على التمسك بحقوقه واعتماده على نفسه في ظرف تراجعت فيه مظاهر التأييد والإسناد التي كنا اعتدنا عليها في مراحل سابقة. طيب، اقتحامات اليوم سيد غسان تعتبر يعني الأعنف خلال هذه الأيام، في نفس الوقت هناك وساطات يعني الوساطة الوفد الأمريكي والمصري أيضا لمحاولة يعني وقف هذا التصعيد. برأيك يعني المؤشرات أو الوضع الراهن يوحي يعني بما خلال الأيام القادمة، هل ستعرف تصعيدا؟ أعتقد بأن المؤشرات جميعها تشير إلى استمرار التصعيد، لأن الجهود التي بذلت حتى الآن لم تلقى أي تجاوب حقيقي وجدي من الجانب الإسرائيلي. كان هناك تدخلات أردنية وتدخلات مصرية، وأيضا سمعنا عن تحركات أمريكية، ولكن لا نعول عليها أملا، لأن الجانب الأمريكي في الحقيقة ليس طرفا وسيطا وليس محايدا، وإنما هو يعني داعم للاحتلال والسياسات الإسرائيلية بما فيه في القدس. فالولايات المتحدة يعني نحن ننظر لها كجزء من معسكر الأعداء في هذه المعركة وليس كطرف وسيط، ولكن هناك أطراف عربية وهناك أيضا ممثل الأمم المتحدة بذلوا جهود ولكن لم تلقى قبولا من الجانب الإسرائيلي حتى الآن، وكل المؤشرات تشير باتجاه استمرار التصعيد وربما تفاقمه أكثر.